نحن في إطار التي رصدناها في المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ووجهناها إلى المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. هذا مقرر أممي آلية من ضمن الآليات الحقوقية على مستوى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، على مستوى الهيئات ديال الأمم المتحدة. كان مقررا أن يقوم بزيارة إلى دولة الجزائر، إلا أن خلال الفترة الممتدة من 22 شتنبير 2022 إلى أن السلطات الجزائرية كعادتها قامت بتأجيل وإلغاء هذه الزيارة. التقرير رصدنا فيه أهم انتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر، أهم انتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر. أكدنا واحد العدد ديال المطالب ديمقراطية وحقوقية، بطلان المتابعات، إطلاق سراح كافة المعتقلين أزيد من 9200 معتقلا سياسيا أساسا معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر، عدد ديال الصحفيين من ضمنهم صحفيين توفوا جراء إضرابات عن الطعام، جراء التعذيب وكافة أشكال وصنوف المعاملات اللا إنسانية والمهينة، ضرب الحرية العامة، ضرب الحق في العمل الحقوقي المستقل، استهداف الأحزاب السياسية المستقلة عن الخطاب الرسمي الجزائري. أيضا برزنا واحد العدد ديال انتهاكات الممارسة بتندوف، القتل، اختطافات، محاكمات سورية، الإبعاد، استغلال النساء، واحد العدد ديال المظاهر ديال الرق وديال العبودية الممارسة بتندوف، وعدم تمكين المواطنين المغاربة من الاختيار والالتحاق بأرض الوطن، ونعتبرهم محتجزين في غياب توفرهم على الهوية الثبوتية التي تمنحها المفوضية السامية للاجئين بطاقة لاجئ. بالنسبة للمستقبل التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر في ظل تردي أوضاع حقوقية، سواء ما تعرض إليه الصحفيين المغربيين في المتوسطية أو المنتخب، أكيد تابعنا بانشغال وقلق بالغ ما تعرض له فتيان مغاربة جاءوا إلى الجزائر وهم يحملون قيم ديال الرياضة بما تعنيه من تنافس نبيل، من تنافس حر، من أخوة، من مودة، من كل القيم والأبعاد التاريخية والحضارية اللي تأسست عليها الرياضة ديال لعبة كرة القدم، إلا أن السلطات الجزائرية تعمدت إخراجها عن سياقها العادي التنافسي إلى سياق العداوة الثابتة والقارة الملازمة للتدبير والعقل الأمني العسكري الجزائري. وشفنا العقوبات ديال الجامعة ديال الاتحاد العربي لكرة القدم، تبت المسؤولية ديال من خلال الغرامات المالية، تبت المسؤولية ديال الجزائر في ما حدث من أحداث مؤسفة مقلقة. ما يمكن لنا كحقوقيين إلا الإدانة والشجب ديالها. أكيد تخوف تظاهرات مقبلة على اللاعبين وكل التظاهرات التي قد يحضرها سواء فرق، سواء مجموعات او افراد رياضيين مغاربه. من هنا المسؤوليه ديال الجهه المنظمه سواء عربيه او افريقيه او دوليه تحمل المسؤوليه الكامله للجزائر في حفظ الامن وفي حمايه ديال السلامه البدنيه والامن الشخصي للاعبين المغاربه.